أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. لماذا كان التزوير سمة العملية الانتخابية التي أجريت في العراق؟ هل فعلا شهد العراق انتخابات ديمقراطية؟ وهل ستؤدي هذه الانتخابات إلى انتخاب من يمثل العراقيين الذين عانوا من الفساد والفوضى والتردي الأمني والخدمي منذ أول انتخابات بعد الاحتلال عام 2005 وحتى الآن؟ وبالتأكيد هذه المعاناة منذ احتلال العراق، هل يمكن التعويل على حيادية مفوضية الانتخابات التي أثير حول عملها شبهات بالتزوير كبيرة؟ نسلط الضوء مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة على العملية الانتخابية في العراق، ولماذا كان التزوير سمة هذه العملية الانتخابية. أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والمحلل السياسي. حياكم الله، حيا مشاهدي قناتكم الكريم. أيضا أرحب بالأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. مرحبا بك أستاذ مصطفى كامل. حياكم الله، أهلا وسهلا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. فاصل قصير ونبدأ الحوار، كونوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. يعني كما ذكرنا أن هذه الحلقة نسلط فيها الضوء على العملية الانتخابية في العراق وما أثير حولها من لغط كبير ومن اتساع للشبهات، شبهات الفساد التي تم الحديث عنها وتناولتها جميع وسائل الإعلام، وحتى السياسيون أنفسهم تحدثوا عن أن هذه العملية الانتخابية قد شابها تزوير كبير من حيث الأجهزة التي استخدمت، من حيث الأموال التي صرفت عليها، وكذلك من حيث من له المصلحة بالتزوير. نتساءل في هذه الحلقة، هل فعلا ممكن أن تزور العملية الانتخابية أو نتائج العملية الانتخابية التي أجريت في العراق؟ من له المصلحة في هذا التزوير، ومن قام بالتزوير، ولماذا أثير كل هذا اللغط؟ نسلط الضوء على هذه العملية الانتخابية ولماذا كان التزوير سمتها. أبدأ معك أستاذ نظير كندوري، مرحبا بك مرة أخرى. من وجهة نظرك، يعني لماذا اتسع نطاق الحديث عن شبهات طالت العملية الانتخابية من حيث التزوير، وحتى السياسيون أنفسهم يتحدثون عن ذلك؟ يعني الحقيقة أنه ما حدث في هذه الانتخابات هو ليس أمر مستغرب ولم يأتون بجديد، فكل العمليات الانتخابية التي حدثت منذ الاحتلال ولحد الآن هي شابها التزوير وشابها كل أنواع الفساد في هذه العملية. لكن المختلف في هذه العملية الانتخابية أن في العمليات الانتخابات السابقة كان هناك صراع ما بين المكونات أو الأحزاب الموالية لإيران ومن باقي المكونات الأخرى، وكان التزوير لصالح هذا المكون على حساب المكونات الأخرى. الذي حدث في هذه الانتخابات أنهم بعد أن نجحوا في إقصاء مكون السني ومكون أساسي، كذلك توجيه ضربة قوية للمكون الكردي، الآن أصبح الصراع يعني محصور بين تلك الأحزاب والميليشيات ذات الأجندة الإيرانية. والتزوير الذي حدث والخروقات التي حدث بالذات هي كان على حساب تلك الأحزاب، وهذا هو مصدر الخطر، وهذا هو الذي جعل كل السياسيين يتهمون بعضهم بعض بالخروقات وعمليات التزوير. وإلا فإن الحال الذي الآن نراه في هذه الانتخابات لم يختلف كثيرا عن الانتخابات السابقة، ونسبة التزوير لم تختلف كثيرا عن الانتخابات السابقة. ورافق هذه الانتخابات أيضا عزوف شعبي عن المشاركة فيه، يعني ادعت المفوضية بأن نسبة المشاركة كانت 44%، وهي نسبة أقل من الانتخابات السابقة. لكن حقيقة الأمر يعني شهادة كثير من المراقبين بأن تلك النسبة لم تتجاوز 20%، وهذه واحدة من يعني الأشياء التي ممكن أن يتم الطعن في هذه العملية الانتخابية بسبب العزوف الشعبي عنها. وإلا كيف يتم اعتماد نتائج انتخابات لم يشارك فيها سوى 20% من الشعب العراقي؟ هل معناها أن 20% يحكمون 80% من الشعب العراقي؟ هي كل أسباب الطعن بشرعية هذا الانتخاب متوفرة، لكن الشيء الوحيد الذي ينقص
هذا الأمر هو لا توجد إرادة دولية بالطعن بهذه العملية الانتخابية والعملية السياسية برمتها في العراق. أستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، مرحبا بك مرة أخرى. يعني الحديث حديث المفوضية أن نسبة المشاركة 44%، بينما هي بحسب المراكز المتخصصة الدولية أقل حتى من 20%. يعني لماذا من وجهة نظرك لا توجد إرادة دولية فعلا للإفصاح عما يجري في العراق؟ إلى أي مدى هو تزوير بحسب وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام وضيفك الكريم. حياك الله. المفوضية العليا غير المستقلة للانتخابات، وأقول غير المستقلة لأنها تخضع إلى المحاصصة وتتوزع حسب الأحزاب والمكونات في العملية السياسية الاحتلالية. أعلنت بأرقام رسمية أن مجموع من أو نسبة من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الأخيرة بلغ نحو 44%. وفي الحقيقة هناك تفصيل يجب ذكره وتتعمد المفوضية وكل ساسة المنطقة الخضراء ومشروع الاحتلال السياسي يتعمدون إغفاله، وهو أن عدد من يعني هناك بعض الأرقام التي يجب التأكيد عليها. هناك 24.5 مليون عراقي يحق لهم الانتخاب. عدد من تسلموا البطاقات الانتخابية يبلغ نحو 10.5 مليون عراقي. أما الذين توجهوا إلى الانتخابات فحسب الأرقام الرسمية ولنفترض أنها صحيحة، وطبعا هي مشكوك بها ومطعون بها، لأننا يعني جميعا لمسنا الإحجام العراقي الشعبي شبه التام أو الكبير جدا من التوجه إلى صناديق الاقتراع ومراكز الانتخاب. بلغ عدد أو نسبة المنتخبين 44% من 10.5 ملايين، وبالتالي فهم نسبة ضئيلة كما نعلم، ولا يمكن أن تكون نتائج الانتخابات أو العملية الانتخابية في الحقيقة كلها معترف فيها في هذا الإطار. لماذا إجابة على سؤالك أو الشق الثاني من سؤالك، لماذا لا توجد إرادة دولية؟ الإرادة الدولية التي تحكم العراق الحقيقة هي ليست إرادة دولية، وإنما هي إرادة أمريكية إيرانية مشتركة، وكل من يخضع ويدعم هذه السلطة في بغداد هو خاضع لهذه الإرادة الأمريكية الإيرانية المشتركة في العراق. الاحتلال الذي جرى في العراق عام 2003 كان بتنسيق أمريكي إيراني، وكان بتناغم تام لإسقاط النظام الوطني وإحلال هذا النظام المسخ الموجود في العراق حاليا. وبالتالي فما لم تتغير الإرادة الأمريكية في بشأن العراق فإن الإرادة الدولية ستبقى نائمة، لأنها بالحقيقة خاضعة لكل ما تمليه عليها إدارة واشنطن، إدارة البيت الأبيض في شأن العراقي. العراق الآن محتل من الجانب الأمريكي والإيراني، إرادته يعني تحت الهيمنة الكاملة للمحتل الأمريكي والإيراني. لا يمكن أن يخرج القرار السياسي العراقي بعيدا عن هذه الإرادة، ولا يمكن أن يخرج القرار الدولي بعيدا عن هذه الإرادة الإيرانية الأمريكية المشتركة. ولو لاحظنا التحركات السياسية التي جرت في أعقاب الانتخابات وفي أعقاب إعلان النتائج لوجدنا مصداقية لهذا القول، وهو أن السفير الأمريكي ماكغورك يتحرك في العراق على الفرقاء السياسيين، وأيضا في موازاة ذلك يتحرك قاسم سليماني. والسفير الإيراني بلغ بالأمر من الصلافة حدا أن يقول أن من المبكر أن من المبكر الحديث عن إعلان حكومة عراقية. طيب أستاذ مصطفى، فيما يخص لو سمحت لي الإرادة الأمريكية الإيرانية المشتركة،
يعني كما تعلمون أن هذه العملية الانتخابية شهدت عزوفا كبيرا من قبل العراقيين عن أدائها، من وجهة نظرك يعني هل يعني وصل الوعي الجمعي الشعبي العراقي إلى هذه النتيجة، أي أن هذه الإرادة الأمريكية الإيرانية هي من تشكل مستقبل العراق، وبالتالي فليس بالضرورة أن يذهبوا للمشاركة بأدلاء أصواتهم؟ يعني نحن نعرف يوما بعد آخر يتزايد الوعي بهذه الحقيقة. هذه المقاطعة الشعبية الواسعة لم تكن من تابعة لحزب سياسي ولا لفئة عرقية أو فئة مذهبية، وإنما توزعت على كل خارطة العراق من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، وهذا يؤكد هذا الوعي المتنامي لدى الشارع العراقي. في السنوات الماضية حاول الأقطاب العملية السياسية وباعترافهم أن يحرضوا الشارع طائفيا ويعبئوه بالفتنة الطائفية وبالعداء تجاه المكونات الأخرى كما يسمونها، وهم اعترفوا بذلك. أذكر على سبيل المثال ما قاله بهاء العرجي في أننا جئنا إلى العراق ولا نملك قاعدة شعبية، واضطررنا إلى التجييش الطائفي لأجل حشد الأصوات وجلب الأنصار ويعني تأمين القاعدة الشعبية. الآن خلال السنوات 15 الماضية تبلورت لدى العراقيين جميعا أو لدى قطاع كبير من العراقيين غير التابعين كما قلنا لحزب أو لفئة محددة، سواء كانت هذه الفئة مذهبية أو دينية أو عرقية، اتضح فساد هذه العملية السياسية برمتها، اتضح خراب المشروع السياسي الاحتلالي، اتضح أن هؤلاء لم يقدموا إلى العراقيين شيئا، وبالتالي تنامت حالة الرفض. ويضاف إلى ذلك جهود الشباب العراقي الذين ملأوا صفحات التواصل الاجتماعي وقاموا بالعديد من المظاهرات والفعاليات الغاصبة للانتخابات ولمشروع الاحتلال السياسي في العراق، وبالتالي حصلت هذه النتيجة من المقاطعة التي باتت. وبالتالي هو كل مقاطعة نعم أستاذ مصطفى، سأعود إليك مرة أخرى، ابقى معي. كل مقاطعة بالتأكيد كانت نتيجة فعل ورد فعل، هناك تثقيف من قبل الشباب العراقي لضرورة مقاطعة هذه الانتخابات التي لا جدوى منها، وبالتالي أن هذه العمليات الانتخابية التي تحصل منذ عام 2005 وحتى عام 2018 لم يجني منها العراق شيئا سوى الفوضى والدمار والخراب والتدهور الأمني والخدمي، حتى أن العراقيين يعني ليس هناك ليس لديهم حتى يعني الأدوات عندما يحدث المطر أو عندما ينقطع التيار الكهربائي، غير التظاهرات طوال هذه المدة قضوها في التظاهر والمطالبة بحقوقهم، ولكن ليس من مجيب. الآن كانت ربما هذه فرصة للشباب العراقي، فرصة للشعب العراقي للتعبير عن غضبه بالعزوف عن هذه الانتخابات. بعد هذا العزوف وبعد هذه النتائج وبعد عمليات التشكيك بأداء مفوضية الانتخابات وغيرها، عمليات التشكيك هذه بالعملية الانتخابية، ما مدى تأثيرها على سير العملية السياسية؟ هل ستؤثر فعلا على العملية السياسية؟ وبالتالي عندما تهتز العملية السياسية يكون هناك فرصة أو وميض للخلاص من هذا المأزق؟ يعني حقيقة في آخر يعني قبيل إجراء الانتخابات كتبت مقالة فيها ضمنت بأن الحل ليس بيد الأحزاب ولا حتى بالدول الراعية للعملية السياسية في العراق، إنما الحل سيكون بيد أبناء الشعب العراقي. العزوف الشعبي الذي حدث لهذه الانتخابات لم يكن بإعاز من حزب سياسي الآن مشترك في العملية السياسية، ولم يكن بإعاز من أي جهة سياسية أو حزب سياسي عراقيا كان أو غير عراقي من الذين رافضين للعملية السياسية في العراق. هذا يعني أن هذه القناعة قناعة أنه لا جدوى من هذه العملية السياسية ولا هناك مخرجات ممكن أن تخدم الشعب العراقي، وبالتالي العزوف عنها هو الحل، كان نتيجة وصلها الشعب العراقي بذاته.
كما قال الأستاذ مصطفى هي نزعة يعني شبابية شعبية ملأت مواقع التواصل الاجتماعي وبالأساليب التي المتوفرة للترويج على أن هذه الانتخابات لا جدوى منها ولا أنها ستؤدي إلى أن يصل العراق إلى شاطئ الأمان. ولكن أقول أن يعني واحدة من أهم الحراك الذي أثر ولربما مستقبلا سيؤثر هو حراك المكون الشيعي بالذات أو المحافظات الجنوبية، كون الآن من يستلم السلطة هي أحزاب موالية لإيران تحكم العراق باسم حاضنتها الشعبية الشيعية، وعندما يأتي الرفض من هذا المكون العراقي الأصيل لهذه العملية السياسية فالأمر يأخذ مجرى آخر، بدليل أن المكون السني قد تظاهر لمدة أكثر من سنة لم يؤثر على العملية السياسية ولم يزعزع يعني سلطان هذه الأحزاب، إنما عندما يأتي هذا الرفض للعملية السياسية وهذه التظاهرات من ما يسمى بالحاضنة الشعبية لتلك الأحزاب الموالية لإيران الأمر يأخذ أبعاد أكثر أو أبعاد أخرى. ما أقوله أن بعد ما وصلنا إلى هذه النتيجة عزوف شعبي كامل تزوير على نطاق واسع في عمليات العملية الانتخابية حصول وصعود كتل سياسية كانت ليس لها تمثيل سياسي إنما خرجت لتمثل أجندة دولة ما، هذا كله سيؤدي إلى صراع بيني ما بين تلك الأحزاب وما بين تلك الميليشيات، وسيدخل العراق نفق ممكن أن يكون نفق حرب أهلية جديدة، وربما ستتركز روح هذه الحرب في الجنوب. لكن من يستطيع أن يخلصنا من نفق هذا الذي سيدخله العراق هو أن يقول الشعب كلمته، أن يقوم بانتفاضة جديدة ضد كل هذه العملية السياسية، وقد أعطى فرصة كبيرة لهؤلاء السياسيين لكي ينجحوا وقد فشلوا طيلة 15 سنة. الآن يجب على الشعب العراقي، وهذا ما أتوقعه، أنه سيخرج بانتفاضة عارمة لهدم كل هذا البنيان الذي تم منذ 2003 والذي أدى إلى خراب البلد من شماله إلى جنوبه. الحل بيد الشعب العراقي الآن والكرة في مرمى الشعب العراقي. أستاذ مصطفى، كيف ستؤثر نتائج الانتخابات؟ كما تعلم أن هذه الانتخابات بحسب ما يرى كثير من المحللين هي ليست المرة الأولى التي يحصل فيها تزوير، يعني منذ عام 2005 وحتى 2018 التزوير على قدم وساق. كيف ستؤثر يعني مخرجات العملية الانتخابية الحالية على العملية السياسية؟ التزوير هو سمة المشروع السياسي في العراق الجاري تنفيذه منذ الاحتلال، ليست عملية الاقتراع فقط هي من تشهد تزويرا، وإنما كل ما يجري في العراق هو مزيف ويعني غير خاضع لمعايير قانونية وغير خاضع للمعايير الدولية. الشهادات مزورة، البرلمان مزور، مؤسسة الرئاسة مزورة، وكل المؤسسات الإدارية والأمنية والعسكرية تخضع لهذا النظام، وبالتالي يعني ليست عملية الاقتراع فقط هي المزورة. أما كيف يمكن أن يؤثر هذا على العملية السياسية؟ أولا الآن لم يعد وليس مقبولا أن يتحدث أي من المسؤولين في هذا النظام السياسي الاحتلالي عن شرعية تمثيل، فهو أولا منتخب بأصوات هزيلة جدا، وإذا تلاحظ عدد الأصوات لبعض الفائزين أو لكثير من الفائزين هناك ضآلة في أعداد المقترعين أو الأصوات لهذا المرشح أو ذاك. وعلى سبيل المثال في القائمة وهناك أيضا تباين كبير بين الفائز الأول والفائز الثاني، على سبيل المثال الفائز الأول في قائمة سائرون التابعة لزعيم التيار الصدري تبلغ عدد أصواتها، هي السيدة ماجدة التميمي، يبلغ عدد أصواتها حوالي 55,000، في حين الشخص الثاني اللي هو زعيم الحزب الشيوعي ولا أدري كيف تم يعني التحالف بين حزب
شيوعي وحزب ديني يعني خاضع لنظام المرجعية ومرجعية مقتدى الصدر كاظم الحائري، وبالتالي الشخص الثاني حاصل على 19,000 صوت. هذا التباين الكبير بين الأول والثاني يؤكد أن يعني ضآلة أعداد المقترعين من جهة، ومن جهة أخرى لا يمكن أن يتحدث الآن أي مسؤول في العملية السياسية عن شرعية تمثيله للشعب العراقي. لم تعد هناك شرعية لأي من المسؤولين، ولم تعد هناك شرعية لأي للنظام السياسي كله وللحكومة التي سيجري تشكيلها في إطار النتائج التي صدرت عن هذه العملية الانتخابية. طيب. هذا هو النقطة، هذه هي النقطة الأساسية. النقطة الثانية أن الشعب العراقي الذي قاطع هذه الانتخابات لم يعد ينظر إلى هؤلاء باعتبارهم ممثلين عنه، وهذه هي مسألة بالغة الأهمية، وعلينا على الشعب العراقي أن يخطو خطوة أخرى، وهي إسقاط هذه العملية في الشارع. الحكومة والعملية السياسية والنظام كله إسقاطها في الشارع من خلال اعتصامات سلمية، من خلال عمليات عصيان مدني واسعة، من خلال مظاهرات شاملة، على أن لا تكون في مدينة واحدة أو من مكون واحد، وبالتالي يسهل مهاجمتها وعزلها وإلى آخره، وإنما يجب أن تكون على نطاق واسع يشمل العراق كله. هل ترجح أستاذ مصطفى أن يكون هناك احتمالية لتصادم مثل ما وصفه الأستاذ نظير الكندوري، ربما يعني بين الأحزاب ذات الحاضنة الجنوبية، يعني هل ترجح أن يكون ذلك فعلا ربما محتمل الحصول؟ أولا هناك نقطتان ينبغي التأكيد عليها. أولا أن جميع الأحزاب المشتركة في العملية السياسية، سواء كانت حسب التقسيم المعمول به منذ احتلال العراق، سواء كانت سنية أو شيعية أو كردية، جميعها بلا استثناء خاضعة للإرادة الأمريكية الإيرانية المشتركة. لا يمكن أن نعزل حزبا سنيا أو حزبا شيعيا عن الهيمنة الإيرانية الأمريكية المشتركة في هذا المجال، وقد تتفاوت النسب بالطبع بدون شك. النقطة الثانية أن عمليات انتهاء عمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي جعل هذه الميليشيات التي شكلت ما يسمى بالحشد الشعبي جعلتها بلا عمل، وهي يعني أيضا حائزة على السلاح من جهة، ومنتشرة في كل المحافظات الوسطى والجنوبية. كونها بلا عمل وكونها خاضعة لممثلين في رأس الهرم السياسي أو في البرلمان يجعلها يعني تصفي الحسابات السياسية بالدم وبالسلاح المتوفر لديها، ونحن نعرف جميعا أن هذه الميليشيات الإرهابية المسلحة تحوز على أسلحة متوسطة وثقيلة فضلا عن الأسلحة الخفيفة، وبالتالي فإن عملية الصراع بين هذه الجهات أمر يعني متوقع جدا، وقد بدأت هذه الاتهامات. جميع الأطراف تتهم جميع الأطراف بالخرق وبالتزوير وب يعني الاستيلاء على أصوات هنا أو أصوات هناك، وبالتالي هذا الخلاف الذي يبدو الآن إعلاميا وسياسيا سينتقل حتما إلى الشارع بشكل أو بآخر، عندما تتوزع المناصب، وعندما يحصل كل طرف على مكاسبه والطرف الآخر يريد أن يحصل هو على مكاسب أخرى وهكذا. هذا النظام الميليشياوي المخصصاتي سيؤدي إلى اقتتال كبير سواء في الجنوب أو في الوسط أو في أي مكان آخر يخضع لهذه المحاصصة الميليشياوية. إذن فاصل قصير ثم نكمل النقاش عن التزوير الذي هو سمة العملية الانتخابية في العراق، ونناقش أيضا يعني هل هناك احتمال لانهيار العملية السياسية في العراق؟ ما السيناريوهات التي تنتظر العراق؟
لكن بعد فاصل قصير. كونوا معنا مشاهدينا الكرام. أهلا بكم مرة أخرى. نصل التضامن مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة على العملية الانتخابية والتزوير الذي شابها وكذلك اللغط الذي أثير حولها، وأبرز ما تحدث به ضيفاي الكريمان عن احتمالية أن تؤدي هذه العملية الانتخابية ونتائجها إلى طرق مجهولة بالعراق والعراقيين، وخصوصا فيما يخص موضوع تأثيرها وسطوة الميليشيات الموجودة في العراق، وخصوصا بعد انتهاء العمليات العسكرية ربما يعني تلقي بظلالها وتخيم بظلالها السوداء على المستقبل العراقي. هناك ميليشيات عاطلة عن العمل بعد انتهاء العمليات العسكرية، وهناك من يرجح مثل ما تحدث الأستاذ مصطفى أن تقوم بعمليات تصفية سياسية مستقبلية للأطراف لغيرها من الأطراف. أستاذ نظير الكندوري، العملية السياسية إلى أي مدى ترى أنها ربما تنهار؟ ما السيناريوهات التي تتوقع حصولها؟ بعد ظهور يعني نتائج الانتخابات وإبداء الطعن في نتائجها من كثير من السياسيين، بل وصل الحماسة إلى سياسيين ربما مغمورين بدأوا أيضا يطعنون في هذه النتائج. لكن أخطر ما حدث هو رفع مذكرة موقعة من قبل أكثر من 100 نائب إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتوضيح ما حدث في الانتخابات من خروقات ومن عمليات تزوير واسعة النطاق، وتحميل الأمين العام مسؤوليته بأن يقوم بالإعاز في تشكيل محكمة دولية أو لجنة تحقيق وتقصي عن ما حدث في العراق. أيضا حزب التغيير الكردي أيضا طالب الأمين العام، بل طالبوا الولايات المتحدة بالذات لعمل لجنة تقصي للحقائق في الانتخابات العراقية الأخيرة. لكن كل هذا يعني الحراك ربما يعني لو استمر وتفاقم وبدأ يتصاعد ربما سيؤدي إلى الإقرار بفشل الانتخابات وإعادتها، وهذا السيناريو ممكن راح يؤدي إلى تشكيل حكومة طوارئ بقيادة العبادي والبدء بالتحضير لانتخابات قادمة ربما ستكون بعد عدة شهور. هذا الأمر كثير من السياسيين أيضا وبالذات الفائزين في هذه الانتخابات حذروا منه بأنه سيدخل العراق في نفق كبير، ربما يعني ستكون هناك حرب أهلية من وراءه. طبعا المقصود الحرب الأهلية هي ما بين الفائزين وما بين الخاسرين، والجميع لديهم ميليشيات تستطيع القتال في حرب شوارع وتصفية خصوماتهم عن طريق السلاح، فهو مستقبل أسود. لكن كما قلت إن الإرادة الدولية وكما خصص الأستاذ مصطفى الإرادة الأمريكية غير متوفرة في المضي في هذا السيناريو. اليوم
صدر يعني من مسؤولين أمريكان إلى بعض هؤلاء النواب الذين ينادون بإلغاء العملية الانتخابية بأنه يجب الكف عن المطالبة بهذا الأمر. لماذا؟ لأن الخيار الآخر الذي هو إلغاء الانتخابات وإقامة حكومة الطوارئ ستكون عواقب وخيمة، وربما يؤدي الأمر إلى دخول العراق في حرب أهلية، وهذا ما يقول الجميع الذين يخوفون من السيناريو الذي ممكن يفتت العملية السياسية. وليس من مصلحة الولايات المتحدة ولا من مصلحة إيران أن تنهار هذه العملية السياسية. طيب يعني السياسيون يعلنون صراحة في هذه الانتخابات، وهو الأمر الغريب أن يكون هناك إعلان صريح من قبل السياسيين على أن هناك تزويرا حصل فعلا في هذه العملية الانتخابية. يعني من هو المزور؟ المفارقة أن قبل الانتخابات كان الجميع يدعي بمحاربة الفساد وبأن الجميع هم فاسدون وهو الغير فاسد، وبالتالي يعني المواطن العراقي يقول من هو الفاسد؟ الجميع يدعي الشرف والآخر هو الفاسد. الآن بعد الانتخابات الجميع يدعي بأنها الكتل الأخرى قد يعني فعلت خروقات وقامت بتزوير الأصوات لصالحها. الجميع ينادون بهذا، بل حتى أن تكتل الفتح الذي هو الواجهة السياسية للميليشيات العاملة في العراق قبل يومين يخرج علينا ببيان بأنه يطالب بالتحقيق في عمليات التزوير، والكتلة الأكثر يعني شبهة بأنها قامت بعمليات تزوير واسعة النطاق بالمال وبالسلاح هي كتلة يعني التابعة للميليشيات، وحتى هذه الكتلة تدعي أنها تريد التحقيق في عمليات التزوير التي حدثت، وبالتالي يريدون أن يضيعون الموضوع على المواطن ويجعلون من أنفسهم شرفاء. ألا ترى أن يعني محور العملية الانتخابية الذي هو المواطن يعني مهمش وليس له دور وليس له أي قيمة أصلا من قبل السياسيين ومن قبل حتى القائمين على العملية الانتخابية؟ أوجه سؤال للأستاذ مصطفى كامل. مصطفى كامل، يعني لو نأتي إلى موضوع العراق وما جرى له منذ عام 2003 وحتى الآن عام 2018، نتحدث فقط عن موضوع الانتخابات ومخرجات الانتخابات، أين هو محور العملية الانتخابية؟ المواطن، قيمة المواطن العراقي، قيمة الإنسان العراقي، ألا يستحق هذا المواطن أن يعيش بكرامة؟ لماذا هو مهمش ليس له أي دور، ودوره يعني يروج على أن دوره هو من يحدد مستقبل العراق، ولكن بعد أن تتم وتنتهي العملية الانتخابية لا قيمة له، بل يقتل بالمفخخات ويحرم من حقوقه في الحياة كإنسان؟ يعني أجهزة تم استيرادها ب3 مليارات دينار عراقي، العملية الانتخابية كلفت مليارات الدولارات من دعايات وغيرها، أليست الغاية من العملية الانتخابية من المفترض هي خدمة المواطن؟ أستاذ مصطفى، فقدنا الاتصال بأستاذ مصطفى. ألو أستاذ مصطفى، يعني نتساءل يعني إن كنت سمعت ما قلت، أين محور العملية الانتخابية من كل ما يجري؟ لماذا المواطن العراقي مسلوب الحقوق؟ يعني هل جاء النظام الاحتلالي في العراق وما أسفر عنه لاحقا من حكومات متعاقبة غير شرعية، هل جاءت لمصلحة المواطن العراقي حتى توفر له أمنا أو توفر له خدمات؟ المقصود في مشروع الاحتلال هو تدمير العراق، هو سلب إرادته، هو جعله خاضع للإرادة الأمريكية الإيرانية كما قلنا، وبالتالي فكل الذي يحصل منذ غزو واحتلال العراق عام 2003 وحتى الساعة هو يدخل في هذا الإطار، يدخل في إطار الهيمنة على العراق، في إطار تدمير العراق، في إطار زرع الفتنة الطائفية، في إطار جعل العراق مصدرا لتصدير الفتنة والإرهاب والفوضى في كل المنطقة العربية، في كل الوطن العربي، في منطقة الخليج تحديدا، وهذا ما يجري بشكل تام. هذا هو الذي يعني المخطط، الهدف الأساسي من مخطط الاحتلال، وهو ما يجري تنفيذه بشكل يعني حقيقي على الأرض. نعم.
أستاذ نظير، يعني ما هو موقف الولايات المتحدة من هذه المطالبات بإلغاء نتائج الانتخابات؟ يعني كما قلت لك، عدم توفر الإرادة الدولية والمتمثلة بالإرادة الأمريكية جعل الأمور يعني جامدة، والانتخابات حتى لو كانت نسبة المشاركة فيها 10% فإنها ستعتمد وتعتمد مخرجاتها، وكل هذه المنادات التي ينادي بها سياسيون أو المنظمات التي كانت مراقبة لعمليات الانتخاب فيها الانتخابات الأخيرة أبدت يعني تشككها من نزاهة الانتخابات، ووثقت الكثير من الخروقات التي حدثت. ومع ذلك الولايات المتحدة تقول إنها أن العملية الانتخابية التي جرت في العراق هي عملية نزيهة ومرت بطريقة صحيحة، بل ووجهت تحذير إلى السياسيين الذين ينادون بإعادة يعني العدوى الفرز يدويا أو إلغاء نتائج الانتخابات. وبالتالي فإن ما تريده الولايات المتحدة وما تريده إيران سوف يكون، لا أقول إن هناك الآن هناك توافق أمريكي إيراني، لكن حتى الصراع الأمريكي الإيراني نجد مخرجاته على الأرض العراقية، بأنه تسلب إرادة الناخب العراقي ويتم رسم نظام يتوافق مع نفوذ هاتين الدولتين. هل يمكن للبرلمان بقيادة سليم الجبوري عقد جلسة لاتخاذ قرار ببطلان العملية الانتخابية؟ طبعا من صلاحيات مجلس النواب أنه قادر على سن قانون بإلغاء الانتخابات، بل ويستطيع أن يفرض على الحكومة العراقية أن تقوم بهذا الإجراء. ولذلك سليم الجبوري دعا إلى عقد 3 جلسات، والثلاث جلسات لم يكتمل فيها النصاب. وطبعا النواب الذين فازوا أو التابعين للكتل الفائزة هي التي كانت تخل بالنصاب القانوني لإبرام أي قانون أو قرار، حتى وصل الأمر إلى أن سليم الجبوري قال أن حتى إذا لم نصل إلى النصاب القانوني فهذا لا يمنع أن نقوم بتحرك سياسي للتشكيك في هذه العملية الانتخابية، وهو ما قام برفع مذكرة موقعة من قبل 100 نائب إلى الأمين العام. لكن يعني موضوع عقد جلسة ربما تكون رابعة للخروج بقرار من مجلس النواب، أظن أن هذا الأمر أصبح مستحيلا، لأن الكتل الفائزة هي قد وقفت حجر عثرة أمام إقرار مثل هذا القانون. أضف إلى ذلك التحذير الذي جاء على لسان المسؤولين الأمريكيين لهؤلاء النواب، فمن غير المحتمل أن تكون الحركة التي يقوم بها سليم الجبوري ستؤدي إلى ثمارها في القريب العاجل. كيف تعلق أستاذ مصطفى على هذه التحذيرات الأمريكية للنواب فيما يخص موضوع الانتخابات؟ هذا أولا يؤكد يعني أن الجانب الأمريكي يعرف جيدا أن العراق بلد غير مستقل وغير سيد في قراره، وهو بالتالي خاضع للإرادة الأمريكية كما قلنا. ومن جهة أخرى يعبر عن استهتار حقيقي بكل القيم الديمقراطية والتمثيل الشعبي وغيرها مما يجري الحديث عنه ويجري تسويقه إلى المواطن العراقي وإلى العالم، لأن في العراق هناك عملية ديمقراطية ويجري انتخاب الحكومة بشكل ديمقراطي إلى آخره، وهناك تمثيل لكل فئات الشعب. هذا الذي تفضلتم عنه من تحذير أو من تهديد بالأحرى يعني يفضح الهيمنة الأمريكية ويفضح زيف الادعاءات باستقلال العراق، السلطة العراقية الحالية وتمتعها بأي قدر من السيادة. أيضا ما يقوم به هذا المسؤول الرسمي أو ذاك في نظام المنطقة الخضراء من محاولة، يعني أنا أقصد بالتحديد سليم الجبوري ومن يتحالف معه، يعني هذا يؤكد من جهة أولا الحرص على المصالح الشخصية والحزبية، هناك فقط تصارع على المناصب وهناك مصالح ومساومات يجري ترتيبها خارج إطار الجلسات البرلمانية، وهذا هو حقيقة جرى في كل المحطات الأساسية التي شهدها العراق منذ عام 2003.
دائما هناك مساومات، دائما هناك يعني تنسيق، دائما هناك أوامر تصدر من مؤثري أو من مسؤولي الكتل البرلمانية، وهذا حقيقة يعني مخالف لكل الأعراف والنظم في العالم. يعني بلا شك أن الشعوب هي التي من تحدد مصير بلدانها، ومصير هذه الشعوب حتما هو بيدها. يعني أستاذ مصطفى قبل قليل تحدث عن أنه لابد أن تكون هناك تظاهرات سلمية، هناك اعتصامات سلمية، هناك يعني مناشدات ثابتة لموضوع تغيير الواقع العراقي. يعني من خلال اطلاعك ومن خلال متابعتك لسير العملية الانتخابية وما قبلها من عمليات تسقيط لها وتسقيط السياسيين من قبل الشباب، هل ترى أن الأرضية في العراق هي ساندة وداعمة لهؤلاء الشباب لتغيير الواقع العراقي؟ والله أنا أقول يعني أن الوقت ربما يكون من أنسب الأوقات، ولربما إذا فاتت الفرصة ربما لا تتكرر مثل هذه الفرصة للإبداع عن رفض الجماهير العراقية هذه العملية السياسية الآسنة التي لم تأتي بخير طيلة فترة بقائها منذ الاحتلال ولحد الآن. الشعب العراقي الذي الآن يتظاهر في كربلاء من أجل انقطاع الكهرباء وزيادة حصة الكهرباء لهذه المحافظة، هذه تظاهرات قديمة وليس جديدة، دائما يتظاهرون ومستمرة. هذه الجماهير التي تخرج لخدمات معينة هي قادرة على الخروج لخلاص البلد من كل هذا الدمار الذي يحدث، وما انقطاع الكهرباء إلا مفرزة بسيطة من مفرزات هذا النظام السياسي المنهار. فما أقوله أنه يحتاج إلى حراك شعبي قوي، ويجب أن تكون هناك قيادة من المثقفين والواعين حتى لو يعني عبر مواقع التواصل لتوجيه هذا الحراك الشعبي ضد هذه العملية السياسية القائمة في بغداد، لأن الجماهير تستطيع ولديها الآن يعني الاستعداد للتضحية من أجل التغيير نحو الأفضل، ولكن تحتاج إلى قيادة واعية نابعة من أبناء الشعب العراقي حريصة على يعني مستقبل الشعب العراقي، هي من ترفع الشعارات وتؤطر هذه التظاهرات والاعتصامات بطريقها الصحيح، وإلا ستكون قوة مهدرة مبعثرة لا تشكل خطرا على النظام السياسي الحاكم في بغداد. أنا أقول أن الفرصة مواتية، وقد كتبت في هذا الأمر سابقا بأن المسلسل الذي نعيشه مسلسل الفشل الحكومي، مسلسل الفشل السياسي الدائر في العراق سوف لا ينتهي، وهي دائرة يتم يعني المضي فيها إلى الأبد إذا لم يضع الشعب العراقي حدا لهذه الدوامة التي نعيش فيها حاليا. أستاذ مصطفى، كانت بغداد يعني يضرب بها المثل في جميع الدول النامية، يعني دول الجوار والدول الآسيوية وغيرها. الآن هذه الدول كلها أصبح فيها أبراج عالية وفيها خدمات ولا في الأحلام، ولكن العراق يعيش، المواطن العراقي يحلم بالكهرباء، يحلم بالماء النظيف. هل ترى أن الشباب الآن يعني بتقييمك لدورهم قادرون على تغيير واقعهم؟ أنا أتفق مع السيد نظير في حديثه عن أن هؤلاء الذين يخرجون الآن للمطالبة بخدمات هي من حقوقهم ومن أبسط حقوق المواطن على حكومته، هؤلاء قادرين لو تهيأت لهم الفرص ولو تهيأت لهم الإرادة القيادة ولو تهيأت لهم المجالات التي يعبرون فيها دون أن يتهموا بالإرهاب ودون أن يتهموا بالانتماء إلى هذا الحزب أو ذاك أو إلى هذه الجماعة أو تلك، وبالتالي هم قادرون، نعم قادرون، يفترض أنهم يعني يعبرون عن يعني هذه المقاطعة بشكل أفضل إلى حد الذي يصلون فيه إلى إسقاط هذه العملية السياسية، لكن الأمر ليس سهلا بالطبع، ليس مستحيلا لكنه ليس سهلا، الأمر يتعلق أولا وآخرا بإرادة عراقية حقيقية شاملة للتغيير وبقيادة لهذه
الطاقات الشبابية التي تعبر عن نفسها بشكل ربما عشوائي أو تلقائي. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى كامل. يبدو أننا قد فقدنا الاتصال بك في نهاية هذه الحلقة أستاذ مصطفى، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، شكرا جزيلا لك. وفي ختام هذه الحلقة أشكر أيضا الأستاذ نظير الكندوري الباحث والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.